تبارك الله ما شاء الله. سوق الخميس تيم حديث الإخوان بتاريخ 18/5/2023. ما نساوش لك السبب الإخوان، تحياتي اليوم متتبعين وفيين ما يسخن يحطلون دي أثمنة النعجة. تبارك الله الله يسخن الإخوان فيها 11 ذكر المتبقي غير نتوا السنسداسية الجمعة. تبارك الله خروف الله ما ذلك زين. تبارك الله خروف شحال اخري شحال ليش 25 ناس شو 25 25 1250 درهم. اهلا لاباس بخير وبارك الله فيك قرديش اللي ندان سوا تاي شحال عطينا هنا يا راس؟ شحال عطينا؟ 21 سمينة واش دايرة في السن؟ السداسية كاملة 21000 اين هذه تيم فضيت؟ هزرو شحال كتقول لي؟ شحال تقول لي؟ الله يجيب الله تكسر 1050 درهم عطيه السوق قطع 1150 درهم. شحال عطيه في هاد النعجة خالي؟ 25 كاملين والدين. شحال متكر شحال متوا؟ جوج تكورا خمسة نتوا هما هادو ولاد النيت 25 عطاكم السوق شحال قلتوا لها البيع؟ ايوا انا داك الشيء عند الله ما كلشي على الله شكون اللي عرف ما جبتي سير ديال تيم عندي ديال انا والسنة ديال السن سداسية الجموع 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 الله يسخر تبارك الله جوج كرة هما هادو ودا نتوات النجاة تبارك الله يا هادو تبارك الله زينة تبارك الله هادي يلا تطلع تنية كاين المليح ولا ما كاينش؟ كاين المليح نايس 30 1500 تنية سنة الحليب تنية واش العلف ولا غير الرعاية غير الرعاية تبارك غير الرعاية اللهم بارك هذه عندها الدرع حتى تولد هذه خريباتي ولا على ميلا خريبة وحدة 1500 درهم تبارك الله وحدة على ميلا سنة الحليب والكمية تبارك الله راس الصق اللهم بارك